حلقة جديدة من كوفي بريك انطلقت معكم على مريم تي في، معي أنا تمارا. اليوم وكل يوم فرصة قدامي وقدم كل واحد فيكم حتى يبلش بنهاره بإيجابية، وسوا بكوفي بريك مثل ما عودناكم رح نتشارك الإيجابية أنا وياكم مشاهدينا على مدار نص ساعة من الوقت وبأربع فقرات متنوعة. رح نلقي من خلالها نظرة بانورامية على جوانب حياتية أكيد بتهمكم. أولى فقراتنا مثل ما بيحمل اسم البرنامج رح نبلشها بـ All About Coffee. يعني مشاهدينا قد ما حكينا عن القهوة بيكون قليل، القهوة يعتبر المشروب المفضل عند الكتار بالعالم. مثل ما بتعرفوا صار في كتير ريسيبيز خاصة بالقهوة لتحسن لكم طعمة القهوة، أو أد أونز لتكونوا عم تستمتعوا أكتر بكوب من القهوة أو من الكافيين حسب ذوقكم. اليوم بيقول أباد كافي اخترت لكم بعض الطرق لتكونوا عم تحبوا قهوتكم أكتر أو عم تستمتعوا فيها أكتر وأكتر. أول طريقة أنكم تكونوا عم تحضروا مكعبات القهوة المثلجة. مثل ما بتعرفوا في عنا الآيس كوفي فينا نستخدم فيها مكعبات التلج، بس مثل ما بتعرفوا كمان مشاهدينا مكعبات التلج المصنوعة من الماء ممكن تكون عم تخفف من طعمة القهوة، فلهيك لعشاق القهوة المثلجة فيكم تكونوا عم بتحطوا قهوة بقوالب التلج وتحطوهم بالفريزر لتحصلوا على مكعبات تلج مصنوعة من القهوة، وبالتالي فيكم تكونوا عم تحافظوا على النكهة الأصلية للقهوة. كمان مشاهدينا فيكم تكونوا عم تحطوا رشة سكر لتكونوا عم تحصلوا على طعمة مميزة من القهوة بالكراميل. فيكم تكونوا عم تحطوا رشة سكر بوعاء أعداد القهوة وتسخنوه على نار هادية لمدة دقيقة تقريبا قبل إضافة المي والقهوة. انتبهوا قبل ما تكونوا عم تحطوا المي وحتى القهوة، فبالتالي بتكونوا هيك عم تحصلوا على طعم الكراميل اللذيذ اللي ممكن تكونوا عم تشربوه بالكافيات برا. كمان مشاهدينا لتحصلوا على قهوة دون رواسب، فنجان قهوة دون رواسب، فيكن تكونوا عم تضيفوا ملعقة صغيرة من المي الباردة بكوب القهوة الطازة وتكونوا عم تنطروا دقيقة، وبالتالي هيك بتكون عم تستقر حبات القهوة بالقاع وما بتحتاجوا لتصفية مشروبكن. كمان مشاهدينا فيكن تكونوا عم تستخدموا رشة ملح، إذا قمتوا بإضافة رشة من الملح الخشن للقهوة أثناء إعدادها فهذا الشيء بيمنحكم طعمة كتير مميزة ونكهة قوية، فكمان فيكن تستخدموه. وكمان مشاهدينا أحيانا بيأثر مثل ما كنا بنعرف طعم التوابل المتواجدة على الرف، إذا كنتوا عم بتحطوا لتسي القهوة أو البان بيأثر على طعمة القهوة وأحيانا ممكن يكون عم يفسد طعمتها الأصلية، لهيك مشاهدينا فيكن تكونوا عم تستخدموا حبات الهيل والقليل من جوزة الطيب للمشروب، وهيك هذا الشيء أكيد بيكون عم يخفي أثار التوابل تماما وأكيد عم بيعيد طعم البن الطازج مرة تانية. كمان مشاهدينا فيكن تكونوا عم تحضروا آيس كريم كافي، فيكن تكونوا عم تضيفوا ملعقة من القهوة لكوب من الكريمة وملعقة من السكر، وكمان تكونوا عم تخفقوه أكيد بالخلاط الكهربائي وتحطوه بقوالب ومن بعدها كمان تحطوه بالتلاجة، فبالتالي بتكونوا عم تحصلوا على آيس كريم اللي عم نشوفه بالصورة أكيد بيشهي وبكون طعمته كتير طيبة. في منكم مشاهدينا كمان بيحب طعمة القهوة اللي بتكون لاذعة أو حادة، فكرمال هيك فيكن تكونوا عم بتبلشوا بغليان القهوة على درجات مرتفعة، وكمان فيكن تكونوا عم بتشيلوا الرغوة عن القهوة وتكونوا عم تغلوها لكذا مرة ثلاث مرات على الأقل. وكمان في كتار منكم بيضروا الكافيين، فكرمال هيك بنصحكم اذا كنتوا بتحبوا انكم تشربوا قهوة ديكاف وبدكم تحضروها بالبيت ما بدكم تطلعوا لبرا، بنصحكم انكم تكونوا عم تضيفوا ثلاث حبات من الهيل بوعاء تحضير القهوة. فممكن كتار منكم مشاهدينا ما بيعرفوا هيدي المعلومة، بس الهيل عنده القدرة على القضاء على مادة الكافيين اكيد دون التغيير بخصائص القهوة المفيدة. لهيك مشاهدينا فيكم تكونوا عم تستمتعوا بكوب القهوة المميز والمفضل عندكم بنكهات متنوعة، وفيكم كمان تكونوا عم تفيدوا حالكم إذا كنتم من محبي القهوة بتشربوا أكثر من فنجان قهوة بالنهار بإضافة الهيل لتعملوا قهوتكم ديكاف، وبالتالي
تكونوا بعدكم عم تستمتعوا بمشروب القهوة وبطعمته الأصلية. فإذا حبيتوا مشاهدينا اللي قدمنا لكم إياهم اليوم فيكم تكونوا عم تجربون، جربوا الطرق والنكهات المختلفة كمان لا تستمتعوا بفنجان قهوة طيب ولذيذ. مشاهدينا من بعد فقرة All About Coffee رح روح أنا وياكم لPreventive Health. بPreventive Health مشاهدينا مثل ما عودتكم دايما بنقدم لكم موضوع صحي او بنحكي عن مرض معين وبنخبركم كيف فيكم تكونوا عم تتوقوا منه، لانه مثل ما دايما بخبركم الوقاية خير من العلاج. اليوم رح نحكي انا وياكم مشاهدينا عن بعض الأطعمة اللي بتعزز مناعتكم. ما بتعرفوا تغيير الفصول وتغيير الطقس بيؤدي للعديد من الأمراض، أبرزها الإنفلونزا أو الرشح والجريب. هلأ نحن بعدنا كمان بموسم كورونا COVID-19 بأجواء هذا الفيروس، فلهيك مشاهدينا اخترت أن أقدم لكم بعض الأطعمة كيف فيكم تزيدوا مناعتكم، تقووا مناعتكم وكمان تتوقوا من الأمراض الموسمية. أول طعام اللي كلنا أكيد بنعرفه اللي هو الجارليك أو الثوم. مثل ما كلنا بنعرف الثوم معروف بقدرته على مكافحة العدوى ومحاربة الفيروسات والبكتيريا والفطريات، وكمان بيساعد الثوم مشاهدينا على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين، وكمان عنده خصائص مميزة بتعزيز جهاز المناعة. بتجي هذه الخصائص مشاهدينا من التركيز المكيف للمركبات المحتوية على الكبريت. من بعد الثوم في عنا كمان مشاهدينا الحمضيات السيترس فروتس، وهي أبرزها مثلا عنا فيتامين سي. بتتميز بعض الفواكه والحمضيات مثل الجريب فروت، البرتقال، الليمون، الكلمنتين اللي هو هلأ كمان موسم وغيره، باحتوائها على العديد من الفيتامينات أبرزها فيتامين سي اللي بيساعد على تقوية جهاز المناعة، وكمان بيزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي بتساعد على مكافحة العدوى. ومثل ما كنا بنعرف بيلجأ العديد من الأشخاص لما يكونوا مصابين بالزكام أو بالإنفلونزا لاستخدام فيتامين سي، كان من الفواكه أو حتى مشروب فيتامين سي، لأنه هذا الشيء كمان بيكون عم بيساعدهم على محاربة العدوى. فلهيك مشاهدينا بلشوا كثفوا من تناول مشروب الفيتامين سي إذا فينا نقول، وكمان الفواكه الموسمية اللي بتحتوي على فيتامين سي اللي سبق وقلت لكم إياها، اللي هي الجريب فروت، الليمون، الحامض وغيرها، كمان لتكونوا عم تحموا جسمكم وتعززوا مناعتكم. الطعام الثالث مشاهدين عن البروكلي والسبانخ. يعد البروكلي وحتى السبانخ من الأطعمة الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن، تحتوي على العديد من الأنواع من الفيتامينات مثل فيتامين إي المضاد للأكسدة، وكمان الغني بالألياف، وكمان تعتبر البروكلي واحدة من أكثر الخضار صحة لأنه بتتوتع بفوائد كاملة وكتيرة، كمان بتفيد الجسم. أما بالنسبة للسبانخ كمان فبتحتوي على العديد من مصادر مضادات الأكسدة، وكمان هي عندها القدرة على مكافحة العدوى وتعزيز جهاز المناعة عندكم. فلهيك مشاهدينا فيكم تكونوا عم تدخلوا البروكلي والسبانخ على نظام الغذائي الخاص فيكم وحتى على يومياتكم. البروكلي فيها تكون عم تتاكل مسلوقة، وحتى كمان فيكم تكونوا عم تاكلوها بسلاد، والسبانخ كمان فيكم تكونوا عم تاكلوه كطبخ، فهذا الشيء كمان بكون عم بيساعدكم على تعزيز جهاز المناعة عندكم، وكمان تكونوا عم تستمتعوا بمزاقهم الطيب والصحي واللي بيعود بالفوائد الكتيرة لصحتكم ولجسمكم. بالنسبة للطعام الرابع اللي قادر انه يكون عم بيعزز مناعتكم مشاهدينا هو الفلفل الأحمر. بيحتوي الفلفل الأحمر على ضعف فيتامين سي الموجود بالحمضيات، كما انه مصدر غني بالعديد من الفيتامينات اللي اكيد بتساعد على تعزيز جهاز المناعة عندكم، وكمان تمنحكم القدرة على مكافحة العدوى. وكمان مثل ما بتعرفوا مشاهدينا الفلفل الأحمر عنده القدرة على محافظة على صحة الجسم ونظافة بشرتكم وجلدتكم. بالنسبة للطعام الخامس اللي كلنا أكيد مفروض نكون عم نعرف عنه اللي هو الزنجبيل. بفصل الشتاء الزنجبيل عنده القدرة
اللي كتير كبيرة على مكافحة العدوى، بيساعد الزنجبيل بتقليل الالتهاب وكمان بحد من التهاب الحلق وأمراض الالتهابات الأخرى، وكمان بيساعد الزنجبيل بتخفيف الغثيان، بالإضافة لذلك كمان بيساعدكم الزنجبيل بتخفيف الألم المزمن، وكمان لأنه بيمتلك خصائص بيخفض الكوليسترول. فبتعرفوا مشاهدينا الزنجبيل فيكم تكونوا عم تضيفوه على الأكل أو حتى تشربوه كمشروب ساخن بالشتوية، بس كمان بمعدلات خفيفة أو معدلات متوسطة وأكيد مع استشارة الطبيب. الطعام السادس اللي ممكن يساعدكم على تعزيز جهاز المناعة عندكم هو اللوز. بيحتوي اللوز على العديد من الفيتامينات اللي كمان بتساعد على تعزيز جهاز المناعة عندكم، وكمان اللوز مشاهدينا بيمنع نزلات البرد وكمان بيشتغل على مكافحتها. الكركم هو طعامنا السابع. يعد الكركم من التوابل المريرة ذات اللون الأصفر الميال للأورنج مثل ما عم نشوف بالصورة، وهو يستخدم لسنوات كمضاد للالتهاب وعلاج كل من التهاب المفاصل والروماتيزم. وكمان أظهرت الأبحاث أنه الكركم قادر أنه يقلل من الضرر الناجم عن ممارسة الرياضة الخاطئة. كمان عندنا مشاهدينا شوربة الدجاج، أكيد كتار منكم لما يكونوا مصابين بنزلات البرد يكونوا عم بياكلوا شوربة الدجاج. هي من الأطعمة المهمة اللي بتساعد على تحسين أعراض البرد وكمان بتساعد على حمايتكم من الإصابة بالمقام الأول أكيد مشاهدينا من نزلات البرد. وكمان شوربة الدجاج بتكون غنية بالعديد من الفيتامينات اللي بتساعد جسمكم على مقاومة العدوى أو حتى الالتهابات، فلهيك بننصحكم مشاهدينا أنكم تكونوا عم تاكلوها بحال أصبتوا بنزلات برد لتعززوا جهاز المناعة ولتساعدوا جسمكم ليقاوم المرض. الشاي الأخضر هو الطعام الأخير اللي اخترنا لكم إياه اليوم بفقرتنا لتكونوا عم تعززوا جهاز المناعة. بيحتوي الشاي الأخضر على عديد من المواد اللي بتساعد على أو بتحارب الالتهابات وكمان بتحارب الأكسدة. وكمان يعتبر الشاي الأخضر مهم جدا لتعزيز جهاز المناعة ولمساعدتكم كمان على الوقاية من نزلات البرد والعدوى وغيرها من القصص اللي ممكن تكون عم تعرضكم باختلاف المواسم لأن تصابوا بعدوى أو حتى بكتيريا. فلهيك فيكم كمان تكونوا عم تشربوا الشاي الأخضر مشاهدينا لتكونوا عم تحموا حالكم تعززوا مناعتكم أو حتى تخففوا من أعراض نزلات البرد. لهيك مشاهدينا بنهاية فقرة Preventive Health نحن ننصحكم تكونوا عم تاخدوا هالأطعمة اللي قدمنا لكم إياها بعين الاعتبار، خاصة هلأ مع تغيير الطقس وتغيير المواسم. تقريبا نحن صرنا بنهاية الخريف إذا فينا نقول، ورح نبلش بفصل الشتاء وحتى عم نحس بالبرد، والطقس المتقلب كمان بيخلينا عرضة للعدوى وللإنفلونزا وللبكتيريا. ومثل ما قلنا كمان مشاهدين نحن بعدنا بأجواء فيروس كورونا COVID-19، فلهيك بننصحكم أنكم تكونوا عم تدخلوا هالأطعمة اللي قدمنا لكم إياها بنظامكم الغذائي. هي أطعمة صحية وكمان بتساعدكم على محاربة العدوى، بتعزز جهاز المناعة عندكم وبالتالي بتحسن من صحتكم الجسدية. من بعد Preventive Health رح روح أنا وياكم مشاهدينا لـ Women Outside the Box. بي Women Outside the Box مثل ما عودناكم هذه الفقرة مميزة جدا بنسلط الضوء فيها على امرأة قدرت انه تكسر الصورة النمطية او القاعدة اللي حتى مجتمع او فئة معينة على انه هذه المهنة او حتى هذه الهواية هي حكر على فئة معينة او حكر على الرجال. قدرنا نقدم لكم بمواسم كوفي بريك الماضية العديد من النماذج النسائية اللي اكيد الهمت العديد منكم ليكونوا عم بيحاربوا ويثابروا ليوصلوا لحيالة مهنة أو حيالة هواية حاطينها براسهم بغض النظر عن محاربة المجتمع أو محاربة فئة معينة لإلهم. اليوم مشاهدينا اخترنا نحكي بـ Women Outside the Box عن فوزية عبد الستار سيدة القانون الأولى بالجامعات المصرية. ولدت فوزية عبد الستار بالإسكندرية سنة 1931 وكانت أصغر إخواتها الست. والدها كان محاسب ووالدتها كانت سيدة
منزل. حصلت بالثانوية العامة على المركز الأول بمجموع 87.5%، فكانت الأولى اللي التحقت بالجامعة بين إخواتها. من بعدها قدرت فوزية أنه تحصل على المركز الأول بالقانون العام، ومن بعدها حصلت على ليسانس بالحقوق عام 1957 بتقدير جيد جدا. من بعدها أكملت دراستها العليا فحصلت على دبلوم بالقانون العام والعلوم الجنائية، من بعدها دكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، وهذا كان سنة 1967. عينت معيدة بالجامعة وتدرجت بالمناصب حتى أصبحت أول سيدة تعين لرئيسة قسم القانون الجنائي عام 1990 على مستوى جامعات مصر كلها. من بعدها عينت كأول سيدة تشغل منصب وكيل كلية الحقوق عام 1988، ثم عينت مستشارا قانونيا لجامعة القاهرة عام 1989، وأول سيدة تتولى التدريس بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة على مدى 30 عام بين عام 1980 و2010. فازت فوزية مشاهدينا بعضوية مجلس النواب عام 1987، ثم كانت أول برلمانية تعين كرئيس للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري بالفترة بين 1990 و1995. ثم قررت المجلس أو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وعضو مجلس الشورى، كما وأنه حصلت فوزية مشاهدين على جائزة جامعة القاهرة التقديرية عام 2001، وجائزة الدول التقديرية عام 2002، والأمم المثالية لجامعة القاهرة للعام الدراسي 2007 و2008، وكمان رشحت لجائزة النيل، وكمان كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية كأحد أهم النماذج النسائية الناجحة والمشرقة بمارس عام 2019. كتبت فوزية مشاهدينا 20 مؤلف وبحث علمي بمجال القانون، منهم الإجرام والعقاب، المعاملة الجنائية للأطفال، شرح قانون العقوبات، الأخلاق بالإسلام وغيرها، وكتبت مقالات الرأي بجريدة الأهرام المصرية، كما أشرفت على 50 رسالة علمية ما بين ماجستير ودكتوراه. تزوجت مشاهدينا فوزية من دكتور محمود نجيب حسني رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأنجبا الدكتور المهندس محمد حسني والدكتور أحمد حسني والدكتورة هالة حسني، وكمان توفيت فوزية عبد الستار ب 16 نوفمبر عام 2019. مشاهدينا نحن بننصحكم تكونوا عم تاخذوا النماذج النسائية اللي عم نقدم لكم إياها كإلهام، وتكونوا عارفين انه ما في شيء بيوقف بطريقكم، وانكم قادرين انكم تحققوا كل اهدافكم وطموحاتكم على الرغم من الاوبستكلز اللي بيحطهم المجتمع او حتى فئات معينه من المجتمع. لهيك نحن بفقره وومن اوتسايد ذا بوكس دائما بنسلط لكم الضوء على نماذج محليه لبنانيه اقليميه ودوليه لتكونوا عم تستلهموا منها. من بعد وومن اوتسايد ذا بوكس بروح انا وياكم مشاهدينا للفقره الاخيره بحلقتنا لليوم، وهي جت فيت. مشاهدينا هلا نحن رح نفوت رسميا بموسم الشتوية بعد شهر تقريبا، ومثل ما بتعرفوا لمحبي الرياضة ممكن تختلف ممارسة الرياضة بين الصيفية والشتوية، بس هذا الشيء أكيد ما بيمنعكم أنكم تكونوا عم تكفوا بممارسة الرياضة. لهيك مشاهدينا أنا اخترت أنه أقدم لكم اليوم قواعد ممارسة الرياضة بفصل الشتاء لتكونوا عم تحموا حالكم، بنفس الوقت ما يكون عندكم حجة لما تتمرنوا، لأنه نحن دايما بفقرة جت فيت منعرفكم على فوائد رياضات معينة، ومنشجعكم منصحكم تكونوا عم تمارسوا رياضة حتى لو نص ساعة يوميا، لأنه رياضة مهمة جدا لصحتكم الجسدية والنفسية. لهيك اليوم مشاهدينا أنا رح أحكي أنا وياكم عن فوائد ممارسة الرياضة بفصل الشتاء، وكمان رح أخبركم شو هي أبرز القواعد العامة اللي فيكم تكونوا عم تحتموا فيها أو عم تلجأوا لها لتمارسوا الرياضة بطريقة صحية بفصل الشتاء. أول شيء عند ممارسة الرياضة بفصل الشتاء أو حتى إذا كانت الدنيا عم تشتي، مفروض تكونوا عم تحموا حالكم، عم تلبسوا تياب مش كتير تقيلة، بس التياب تكون عم تحميكم أقله من البرد وحتى من الشتاء. ممكن تكونوا عم تغطوا جسمكم بلباس
سهل انكم تكونوا عم بتزلوه مثلا مثل الجاكيت اللي عم نشوفها بالصوره، وكمان انكم تكونوا عم بتغطوا دينيكم وراسكم ب شيء معين كمان ليحمي دينيكم ومحيط الراس اكيد من الهواء اذا كان الهواء قوي. كمان ننصحكم هذا القاعدة الثابتة انكم تكونوا عم تشربوا العديد من السوائل، بالرغم من خسارة السوائل اثناء ممارسة التدريبات، الا انه الشعور بالعطش دايما بيكون ملازمكم اثناء ممارسة الرياضة، وفي اشخاص كمان مشاهدينا ما بيحسوا بالعطش دغري، فبالتالي بيطنشوا شرب المي، فنحن ننصحكم انكم تكونوا دايما عم تشربوا المي، لان مثل ما قلت لكم الجسم بيفقد السوائل اثناء ممارسة الرياضة. كمان ننصحكم مشاهدينا حتى لو بفصل الشتاء انكم تكونوا عم تتبعوا نظام غذائي محدد، تناولوا بعض الاطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة وغيرها اقله 3 ساعات قبل ما تكونوا عم تمارسوا الرياضة، وكمان تكونوا عم تتناولوا الفواكه المجففة القليلة السكر أو وجبة خفيفة قبل التمرينات حتى ما تحسوا بالجوع. وكمان ننصحكم مشاهدينا بما أنه نحن فاتين على موسم شتوي أنكم تكونوا عم تتناولوا الأطعمة أو تدخلوا على نظامكم الغذائي الأطعمة اللي بتعزز جهاز المناعة عندكم حفاظا على صحتكم، ولا كمان تكونوا عم بتحدوا أو تتوقوا من نزلات البرد والإنفلونزا. كمان مشاهدينا ننصحكم إذا كنتوا حابين تتمرنوا والطقس ما كان منيح كمان تلجأوا للتمرين الداخلي بصالات الجيم، أو حتى تكونوا عم تعملوا تمارين ذاتية بقلب البيت فيكن تكونوا عم تلجأوا للكوتش ليعلمكن، أو حتى فيكن تكونوا عم تلجأوا لتوتوريالز على الانترنت لتشوفوا كيف فيكن تكونوا عم تتمرنوا بالبيت. فلهيك مشاهدينا إذا كان الطقس ماطر وعاصف برا هيدا منا حجة لما تكونوا عم تتمرنوا، بنصحكم ان تكونوا عم تتمرنوا بالبيت او حتى اذا حبيتوا فيكن تروحوا على الجيم. بالنسبة لفوائد ممارسة الرياضة بالشتاء بفصل الشتاء، بتساعدكم وبتحميكم من أمراض معينة، أمراض موسمية وأبرزها الإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها من أمراض الشتاء، إذ وجدت العديد من الدراسات أنه ممارسة الرياضة بفصل الشتاء بتقلل نسبة الإصابة بالأمراض المعدية اللي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي بحوالي 20%. كمان الرياضة مشاهدينا بتساهم بخسارة الوزن والمحافظة على اللياقة البدنية عندكم، إذ أنه الشعور بالبرد بجانب الرياضة بيزيد من نسبة حرق الدهون بجسمكم، وبالتالي هيدا الشيء أكيد بيكون عم بيخفف من الدهون بالجسم وبيحافظ على وزنكم، بخفف من الوزن وكمان بيحافظ على لياقتكم البدنية. هلا رح نقدم لكم بعض النصائح العامة كيف فيكم تكونوا عم تمارسوا الرياضة بفصل الشتاء بطريقة صحية. مثل ما خبرتكم أول شيء فيكم تكونوا عم تلبسوا الملابس اللي بتكون سهلة إنه تنشلح عند التمرين، لأن أكيد ما فيكم تكونوا عم تتمرنوا بملابس تقيلة. كمان ننصحكم مشاهدينا إنكم تكونوا عم بتجففوا أو تنشفوا الحذاء على الأقل ب 48 ساعة من بدء التمرينات، حيث انه رطوبة الحذاء كمان بتعرق لكم وممكن كمان ان تكون عم بتأثر عليكم بطريقة سلبية. مثل ما سبق وخبرتكم مشاهدينا اذا كان الطقس كتير عاصف والرياح ناشطة وفي امطار فيكم تكونوا عم بتمارسوا رياضة داخلية مثل الركض على الاجهزة المنزلية او القفز على الحبل وغيرها من الرياضات او التمرينات، كمان فيكم تكونوا عم تلجأوا بجاوب لكم لمواقع معينة او فيديوهات معينة على الانترنت لتعلمكم كيف فيكم تكونوا عم تعملوا تمارين ذاتية بقلب البيت. كمان ننصحكم مشاهدينا انكم تكونوا عم تستغلوا الطقس الغائم او حتى المشمس جزئيا بفصل الشتاء لتكونوا عم تطلعوا لبرا تعملوا تمارسوا رياضاتكم برا، مثل ما بتعرفوا الايام المشمسة او الايام المشمسة جزئيا بفصل الشتاء بتكون قليلة، فلهيك استغلوها وما تضلكم قاعدين بالبيت. كمان ننصحكم مشاهدينا انكم تكونوا عم تمتنعوا عن ممارسة التمارين الرياضية بالخارج اثناء الرياح الشديدة، فالرياح بتؤدي لانخفاض درجة الحرارة بالجسم وبتأثر عليكم سلبا، وبالتالي ممكن تكونوا عرضة للعديد من الامراض ابرزها الانفلونزا ونزلات البرد. لهيك مشاهدينا انا اليوم حبيت احكيكم بجت فيت عن ابرز فوائد الرياضة بالشتوية، نصايح لما يكون عندكم حجة لما تمارسوا الرياضة حتى بفصل الشتاء، حتى بالبرد، حتى بالطقس العاصف والماطر، لأنه الرياضة جدا مهمة
على الأقل دايما كونوا عم بتدخلوا 30 دقيقة من ممارسة بعض التمارين الرياضية والرياضة ليومكم أو حتى لأسبوعكم، لأنه هذا الشيء بيساعدكم وبيساعدكم أكثر بفصل الشتاء، بحيث بيزيد من معدلات المناعة عندكم، بعزز جهاز المناعة، وكمان بيزيد من معدلات حرق الدهون بالجسم. وكمان مشاهدينا، إذا كنتم مش من محبي فصل الشتاء، فالرياضة نوعا ما بتخليكم تكونوا عم تتأقلموا وتتعودوا، ونوعا ما إذا فينا نقول بتحببكم بفصل الشتاء. لهيك مشاهدينا، خدوا كل النصائح اللي نقدم لكم إياها بكافي بريك بعين الاعتبار، لأنها نصائح جدا مهمة لتتمتعوا بجسم صحي وسليم، وكمان لتكونوا عم تتمتعوا بنفسية وصحة عقلية كمان جدا سليمة. بنهاية حلقتنا، نحن دايما بدنا نذكركم بالإجراءات الوقائية اللي بيترتب عليكم أنكم تكونوا عم تتخذوها بعين الاعتبار بظل وأجواء فيروس كورونا كوفيد 19 اللي نحن بعدنا عم نحاربه. ارتداء الكمامة بعده جدا مهم، حتى لو كنتوا أخذتوا اللقاح كمان ننصحكم أنكم تكونوا عم تتركوا مسافة آمنة بينكم وبين الأشخاص، تكونوا عم تعقموا أو تغسلوا إيديكم إذا لمست إيديكم الأسطح، وكمان أنكم تكونوا دايما عم تاخذوا هذا الموضوع بطريقة إيجابية، لأنه مثل ما سبق وحكينا فيروس كورونا أكيد ما رح يضل معنا، صحتنا رح تضل معنا، فحافظوا على حالكم، حافظوا على حواليكم، وأكيد أنا برجع بشوفكم بحلقة جاية. من هلأ لوقتها ما تنسوا تتابعونا وتتابعوا برامج مريم تي في على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمريم تي في وعلى يوتيوب مريم تي في لبنان. أنا كمان برجع بشوفكم بحلقات مستقبلية، وأكيد انطرونا بفقرات متنوعة ومواضيع أكيد بتهمكم.